السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. النهارده ان شاء الله معانا صيانه في لابتوب من شركه ديل انسبايرون 15، والمشكله بتاعتنا ان اللاب فاصل باور. تمام، طيب خلونا نبتدي ان احنا نجرب الباور سبلاي. ولكن طبعا الناس اللي مركزه معانا عارفه ان احنا اكتر من مره منبهين ان طالما الاجهزه جايه فاصله باور ما ينفعش ان احنا نشغل الجهاز باور بدون اخذ بعض القياسات. وعشان كده المره دي انا حاطط او عامل الكرنت عندي على 1 امبير، كمان مفعل خاصيه الاو سي بي في الباور سبلاي، وهنبتدي ان احنا نشغل الباور سبلاي. طبعا انا شايل البطاريه عشان المذر بورد او السحب يكون عندي بالكامل خاص بالمذر بورد عشان نقدر التشخيص بتاعنا يكون واضح وسليم. عندي في الستاند باي 16 ملي امبير، ولما بضغط بريس الباور بيوصل ل 28 ملي امبير. لو ضغطت مره تانية على بريس الباور الاريا بتاعتي ثابته عند 28 ملي امبير. تمام، طيب خلينا ناكد الموضوع ده مره تانية. السحب في الستاند باي 16 ملي امبير، ولما بضغط بريس الباور بيوصل معايا ل 28 ملي امبير. ايه هي المشكله وايه هو حل المشكله دي؟ خلونا نبتدي ان احنا نفك الجهاز بتاعنا ونرجع مره تانية ناخد القياسات مع بعض. تمام، طيب زي ما احنا شايفين كده دي المذر بورد بتاعتي، يبدو عليها من خلال الفيجوال انسبكشن المبدئي ان المذر بورد بتاعتي سليمه بدون اي مشاكل، ولكن احنا هنعمل عليها فيجوال انسبكشن تحت الميكروسكوب عشان اكتر من سبب. زي ما احنا شايفين كده عندي في باين على الجهة التانية من الكيبورد بتاعتي انسكاب سوائل، والكلام ده واضح جدا. الكلام ده معناه ان انا السائل انسكب عندي من الجهة العلوية وبدأ ان هو ينزل للجهة السفلية. طبعا بعد كده السائل بتاعي بيبدأ ان هو يكمل طريقه لعند ما يوصل للشاسيه او الجزء اللي فوق من الشاسيه او التوب كفر هنا، وبعد كده بيبتدي ان هو يكمل معايا على المذر بورد. تمام، برضو حاجه من الحاجات اللي عايزين نقولها عن اللاب ده، اللاب ده دايما بيجي لي المفصلات دايما او القواعد التثبيت الخاصه بيه من المفصلات دايما بتكون مكسوره. يعني عمري ما قابلت لاب من الموديل ده كانت القواعد التثبيت بتاعت المفصلات سليمه. تمام، طيب على اي حال اعطال انسكاب السوائل غالبا بتجي لي بنوعين اتنين. النوع الاول بيكون نوع بسيط جدا وبيكون عباره عن انسكاب سوائل على جزء بسيط او دايره معينه. على سبيل المثال لو انا في انسكاب عندي سوائل في الدايره دي بس، ولكن باقي اجزاء المذر بورد شغال معايا او بالفيجوال انسبكشن باين ان هو سليم، الاعطال دي بتكون سهله جدا ان هي تتعامل معاها لان انت بتتعامل مع منطقه واحده في المذر بورد. ولكن النوع الثاني من الاعطال دي بيكون انسكاب المذر بورد بالكامل في السوائل، يعني بنسبه كبيره جدا او في معظم الاحوال انا برفض الاعطال اللي زي دي. ولو العميل بتاعي الح عليا في عمليه الصيانه، يعني بحاول ان انا اعمل بعض الشروط من ضمنها التكاليف المرتفعه للصيانه. الكلام ده بسبب ان المذر بورد بتاعتك هتاخد وقت طويل جدا وفي احتماليه ان هي ما تشتغلش معاك. الشرط الثاني ان المذر بورد بتاعتي لما بصلح اللاب او لو اللاب بيشتغل معايا ببتدي ان انا اطلع الحاجه بتاعتي او الشغل بتاعي بدون ضمان. طبعا بنسبه كبيره جدا العميل هيرفض، وانا انصحك بالعطال اللي زي كده، يعني حاول ان انت ما تستلمش النوع ده من العطال لانه بيكون عباره عن تضييع للوقت. دلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل فيجوال انسبكشن تحت الميكروسكوب ونشوف ايه هي الدوائر اللي متضرره معايا. طيب خلينا نشوف كده المذر بورد بتاعتنا تحت الميكروسكوب. يعني واضح او ممكن يكون دي اثار لربط المسمار، ولكن انا اعتقد انها جزء من الكروجن. خلونا نشيك كده على بقيه المذر بورد، يعني انا هشيك عليها كده بشكل سريع، ولو لاحظت حاجه نبتدي ان احنا نقف عندها. طبعا الكريستالات بتاعتي كريستاله شيب الفيجا يعني سليمه بصوره كبيره. طبعا الرؤيه تحت الميكروسكوب بتكون اوضح من كده بكتير، ولكن خلونا نحاول ان احنا نحسن الرؤيه. يعني اعتقد كده ان الامور واضحه، كريستاله سليمه بالنسبه لي كريستالات البي سي اتش وكريستاله المعالج، برضو كريستالات سليمه بنسبه 100%. يعني على الجهد ده او الجهه دي من المذر بورد بتاعتي الامور تبدو ان هي سليمه. ولكن الجهة دي من المذر بورد بتاعتي يعني واضح جدا اثار الكروجن عندي بسبب انسكاب السوائل من المنطقة دي لتقريبا المنطقة دي، وما فيش اي اثار تانية لانسكاب السوائل على المذر بورد بتاعتي. لو شفنا الجهة التانية دي من البوردة المقابلة ليها هي جهة الاي او،
ولكن الأمور هنا تبدو إن كل حاجة تمام معايا. يبقى احنا هنشتغل على المنطقة دي فقط من خلال الاسكيماتيك والبورت فيو، هنعرف المكونات بتاعتنا وهنعرف هي خاصة بدوائر ايه، وهل هي منطقيا اصلا تلف المكونات دي تفصل اللاب معايا باور ولا لا. تمام، طيب قبل ما نبتدي ان احنا نشوف الجزء المتضرر عندنا او اللي فيه انسكاب سوائل، خلينا كده ناخد ممانعات الملفات الرئيسية. عندي هنا ممانعة 3 فولت او 3.3 بالكيلو اوم سليمة، جنبه على طول 5 فولت، حاول بس ان انا اظبط البروب، والممانعة بتاعتي بالكيلو اوم برضو سليمة. تحت هنا موجود الكويل الخاص ب 1.2 الرامات، طبعا الميموري كنترولر، الحدود الطبيعية 279 اوم طبيعية. عندي ممانعة البي سي اتش، ثلاثة وعشرين ونص اوم قيمة سليمة. الكويلين دول خاصين بالفيجا كور. خمسة وعشرين وثلاثة من عشرة قيمة سليمة. الكويل ده خاص بالفيرام. أربعة وستين أوم قيمة سليمة. كويل الصغير ده خاص ب 95%، أعتقد إن دي البيكس. 308 أوم أعتقد إنها سليمة. ندخل بقى على المعالج بتاعنا الفي سي سي اس اي، 20 أوم طبيعية. الكور خمسة وخمسة من عشرة أوم سليمة. ال VCC GT 9.1 قيمة سليمة. وبالتالي كل الممانعات بتاعتنا في القيمة الطبيعية. خلونا بقى نروح للمنطقة اللي فيها كوروجن على البورد فيو ونعرف العناصر المتضررة معانا. طيب زي ما احنا شايفين دي قدامنا صورة من بوردة سليمة للمنطقة اللي فيها مشكلة، المنطقة اللي فيها كوروجن في المنطقة دي بالظبط، وانا عندي المكثف ده هو اللي فيه مشكلة ولكن العناصر دي مش موجودة معايا. المنطقة اللي تحت دي او الكومبوننت اللي تحت دي المكثفات والمقاومات السطحية مش عليها اي كوروجن، ما فيش اي كوروجن عليها، ولكن هي دي المنطقة المتضررة. خلينا كده ننضفها تحت الميكروسكوب ونغير المكثف ده. خلينا بس نشوف المكثف ده في الاسكيماتيك على انهي خط، اللي هو البي سي 5401.
طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين بعد ما نضفنا المذر بورد بتاعتنا كويس جدا وغيرنا كمان المكثف اللي كان عليه كوروجن، خلونا كده نجرب المذر بورد بتاعتنا على البار سبلاي. طبعا معانا تسترامات وكمان معانا تستر اليو اس بي. ابتدي اشغل البورده بتاعتي، وطريقه السحب دي يعني مبشره، الاشارات على تسترامات كلها سليمه. وكعادة المذر بورد الدل كلها فصلت باور مرة وهي رجعت اشتغلت من نفسها مرة تانية. وزي ما احنا سامعين دلوقتي تيست اليو اس بي قال ان المذر بورد بتاعتنا اشتغلت دل. تمام. طيب هل المكثف بتاعي ممكن هو اللي يكون عامل لي مشكلة؟ اه طبعا ممكن يكون المكثف عامل لي مشكلة. على حسب موقع المكثف ممكن 10 مكثفات اشيلهم من المذر بورد والمذر بورد تشتغل، وممكن مكثف واحد في منطقة تانية يفصل المذر بورد بشكل كامل باور. الكلام ده كله بيختلف على حسب وظيفة المكثف بتاعي في الدائرة. تمام. طيب هل المشكلة انتهت لعند كده ولا ممكن يكون في مشكلة تانية؟ اه يعني ممكن مشكلة تانية تسبب لنا الموضوع ده، واللي طبعا احنا شفناها في البداية الكوروجن. الكيبورد في بعض الأحيان لما يحصل لها عملية تلف وتكون واصلة بالمذر بورد ممكن تفصل لي المذر بورد باور بشكل كامل. ده طبعا لان الكيبورد بتاعتي الخطوط بتاعتها واصله على الاي او، والاي او طبعا ممكن يفصل لي المذر بورد باور بشكل كامل. عشان كده دلوقتي هنبتدي ان احنا نركب الكيبورد بتاعتنا ونجرب مره تانية البورد. تمام. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا ركبنا الكيبورد بتاعتنا، خلونا نشغل البار سبلاي. وزي ما احنا شايفين المذر بورد بتاعتنا اشتغلت، كابس لوك عندي منور هنا، فننتظر بس لحد ما البوردة تشتغل داتا نشوف في استجابة ولا لأ في الكابس لوك هنا. دلوقتي في داتا زي ما احنا شايفين الاستجابة بتاعته بتظهر معايا على صوت التستر. اعتقد كده الصوت واضح. طيب يبقى كده دلوقتي الكيبورد بتاعتنا بنسبة كبيرة جدا ممكن تكون شغالة. طبعا اللي هيأكد معانا الكلام ده التستر الخاص بالكيبورد، عشان كده نبتدي ان احنا نستخدمه قبل ما نقفل الجهاز عشان نتأكد من سلامة الكيبورد بتاعتنا. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين ده تستر الكيبورد معانا، خلونا نشغله ونستخدم المود رقم 2 للكيبوردات الدل ونبتدي ان احنا نختبر الكيبورد بتاعتنا. بعد الاختبار بتاعنا يبقى كده الكيبورد شغالة بنسبة 100%. نبتدي ان احنا نقفل الجهاز ونرجع تاني مرة تانية مع بعض. طيب زي ما احنا شايفين الجهاز بتاعنا بعد ما قفلناه وبعيدا عن الكاميرا نبتدي نختبر كامل وظائف الجهاز. طيب حاجة أخيرة بقى عشان نختم الفيديو، المنظف اللي انا استخدمته في تنظيف الكوروجل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وده طبعا اللي هو منظف الزجاج بناء على نصيحة بعض الأصدقاء، والنصيحة بتاعته بصراحة كانت في محلها جدا جدا، التأثير بتاعه قوي وفعال. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب.